بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، موقع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، الموقع الرسمي لإمام الأمة الموعود اليماني المنتظر من آل البيت المطهر. سنعمل على قراءة البيان للإمام المهدي المنتظر، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، أقدم لكم هذا البيان، ولكن لمراعاة الوقت باليوتيوب تم اختصار وقت العرض، ولكي يتسنى لكم قراءة البيان عملنا على وضع مؤشر في نهاية الصفحة، وعليكم باستخدام زر الإيقاف لقراءة الصفحة ومن ثم زر التشغيل للذهاب للصفحة التي تليها، وهكذا دواليك حتى يتسنى لكم قراءة كامل البيان. زر الإيقاف هو الزر في أسفل الفيديو من اليسار. وشكرا لحسن استماعكم. هذا زر الإيقاف وهذا زر التشغيل. وإليكم البيان. والبيان بعنوان القول المختصر في المسيح الكذاب الأشر. كتب هذا البيان بتاريخ 22/6/2007. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتم مسكهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى من والاهم في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا معشر المسلمين، حقيق لا أقول على الله بالبيان للقرآن إلا الحق، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، تصديقا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. ويا معشر المسلمين، إنما جعلني الله المنقذ لكم من فتنة المسيح الكذاب بسبب أحاديث الفتنة التي جعلت الحق باطلا والباطل حقا، ويريد المسيح الكذاب أن يقول أنه المسيح عيسى بن مريم، ويقول أنه الله رب العالمين، وإنه لكذاب، لذلك يسمى المسيح الكذاب، وما ينبغي لابن مريم أن يقول ذلك، وقد علمكم الله في القرآن بأنه هو الشيطان الرجيم بذاته، وعلمكم يا معشر المسلمين بأن لولا فضل الله عليكم ورحمته بالبيان الحق للقرآن على لسان المهدي المنتظر لاتبعتم الشيطان يا معشر المسلمين إلا قليلا منكم، وذلك هو التأويل الحق لقول الله تعالى. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. وإليكم التأويل الحق لهذه الآية، وليس بالظن اجتهادا مني، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل بنص القرآن العظيم في نفس الموضوع، وليس قياسا ولا اجتهادا، بل بالبيان الحق من نفس القرآن، ولا وحي جديد. وإليكم التأويل الحق بإذن الله بسؤال افتراضي. سؤال واحد، سين واحد: ومن هي الطائفة من المؤمنين الذين يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للاستماع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم إذا خرجوا من عنده يبيتون غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام؟ إن تلك الطائفة هم المنافقون من اليهود من شياطين البشر، حضروا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهدوا بين يديه لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وذلك حتى يكونوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر الأمر، ويبطنون المكر، ويريدون أن يكونوا من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يستمع إليهم بعض المؤمنين فيروون لهم أحاديثا غير الذي قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ليصد المؤمنين عن سبيل الله، فيفتنوهم عن طريق الحديث، لأنهم علموا بأنهم لن يستطيعوا أن يفتنوهم عن طريق القرآن الذي وعد الله المؤمنين بفضله من التحريف. وهذه الطائفة هي الطائفة التي ذكرها الله في سورة أخرى، فأنزل سورة في شأنهم ومكرهم، وقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وتلك هي تصديتهم عن الله ورسوله، يبيتون غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، وأما بين يديه فيقولون الحق، فيعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولهم، وكذلك ليري صحابته الحق بأنه أعجب رسول الله قولهم، وذلك حتى يثقون فيهم فيأخذون عنهم، وذلك لأنهم سوف يبيتون بعد الخروج غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، حتى يصدون المؤمنين عن الحق، وخصوصا من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله بين لمحمد سين اثنين ولكن الله بين لمحمد رسول الله شأنهم في سورة المنافقين، فلماذا لم يطردهم؟ جيم اثنين. الجواب: لم يقم رسول الله بطردهم، وذلك لأن الله أمره أن لا يطردهم وأن يعرض عنهم، وإنما ليحذرهم، وقال الله تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سين ثلاث: ولماذا أمر الله رسوله أن يعرض عنهم ولا يطردهم؟ جيم. الجواب الثالث: لقد أمر الله رسوله أن لا يطردهم ليعلم من الذي سوف يصدق بالبيان الحق للقرآن فيستمسك بحبل الله القرآن العظيم، ممن سوف يكذب بالبيان الحق للقرآن فيعرض عنه ويزعم أنه يؤمن به، ثم يستمسك بأحاديث تخالف حديث الله جملة وتفصيلا، وذلك لأن القرآن هو المرجع لسنة محمد رسول الله، وما كان من السنة ليس من عند الله ورسوله، فإن المؤمنين سوف يجدون بين الأحاديث المفترى وبين القرآن اختلافا كثيرا.
وذلك إذا تدبروا القرآن المحكم والواضح والبين وليس المتشابه. وقال الله تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السؤال الرابع: وما هو الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به المؤمنين؟ جواب السؤال الرابع: أما أمر من الأمن فهو قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وذلك لأنه من أطاع الله ورسوله فله الأمن في الحياة الدنيا ويوم القيامة آمنا. وأما قوله أو الخوف، وذلك هو مكر شياطين البشر من اليهود ليظن المسلمون بأنه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المعنى لقوله أداعوا به، وذلك اختلاف علماء الأمة في شأن الأمر في هذا الحديث، فمنهم من يقول إنه حق عن رسول الله، ومنهم من يكذب بأنه عن رسول الله، ومنهم من يضعفه أو يضعف في راويه، ومن ثم يذيع الخلاف بين علماء الأمة. ولكنهم إذا ردوه إلى القرآن العظيم فسوف يعلم حقيقة هذا الحديث أئمتهم أولي الأمر منهم، فيستنبطون لهم الحكم الحق في شأن هذا الحديث، فيثبتوه أنه حق من عند الله ورسوله بالبرهان بنص القرآن، أو ينفونه فيقدمون البرهان بنص القرآن بأنه مفترى ولم يكن من عند الله ورسوله، نظرا لأنهم وجدوا بأن بين هذا الحديث المفترى وبين حديث الله اختلافا كثيرا. ومن هنا علم أولو الأمر والذين هم من أهل الذكر بأن هذا الحديث لم يكن من عند الله ورسوله، نظرا لاختلافه مع حديث الله، ومن أصدق من الله حديثا. سين خمسة: وما معنى قوله في نفس الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا؟ جيم خمسة: ويقصد به المسلمون بأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وذلك لأن اليهود استطاعوا أن يدسوا أحاديث الباطل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون ضد المهدي المنتظر، فيكذبه المسلمون فيتبعون خصمه الشيطان الرجيم الذي هو نفسه المسيح الكذاب، وذلك لأن المهدي المنتظر لم يأتي بكتاب جديد بل بالبيان الحق للقرآن، فيبين لهم حديث الحق من الحديث الباطل بمرجعية البيان الحق للقرآن. ولذلك أخاطب الناس بالقرآن والرجوع إليه ناظرين فيه نظرة التدبر كما أمرهم الله بذلك. واليماني المنتظر الذي هو نفسه المهدي المنتظر هو فضل الله عليكم ورحمته والمنقذ لكم، ولولاه بإذن الله لاتبعتم الشيطان المسيح الكذاب يا معشر المسلمين إلا قليلا. ولذلك يسمى المهدي المنتظر المنقذ، أي المنقذ للمسلمين من فتنة الشيطان الرجيم، والذي هو نفسه المسيح الكذاب. وقد بينا لكم لماذا يسمى المسيح الكذاب، وذلك لأنه سوف يقول أنه المسيح عيسى ابن مريم، ويقول أنه الله مستغلا البعث الأول ومستغلا عقيدة النصارى حتى يري الناس بأن المغضوب عليهم والضالين هم على الحق، وأن المسلمين الذين أنكروا ألوهية ابن مريم وأنهم على الباطل. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا المسلمين وليس غيرهم فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. فهل تبين لك يا حسين بن عمر وللمسلمين بأن المسيح الكذاب هو ذاته الشيطان الرجيم إبليس؟ وذلك لأن هذه الآية تكلمت عن اليهود الذين تظاهروا بالإيمان ليدسوا أحاديث الفتنة فيتبعها. فاتبعوني أهدكم صراطا مستقيما ولا تتبعوا الشيطان الرجيم المسيح الكذاب إبليس لعنه الله لثانية في السنين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.